الأوفياء، مرحبا بكم في برنامجكم أنا وطفلي. اليوم غنتكلموا على ألم الظهر عند المرأة الحامل. ما كايناش السيدة اللي ما حملاتش وما تشكاتش يوم من ألم الظهر، ياك دكتورة مزيان؟ فعلا المشكل كثير عند السيدات الحوامل أثناء الحمل طبيعة الحال. شنو السبب ديال هذا الألم اللي كيكون في الظهر؟ كاين الألم اللي غيظهر كيف ما قلتي الأخت حليمة، كيظهر أثناء الحمل. الرحم اللي كيكبر كيتقل على الظهر، وهنا نفهمه بسهوله الالم ديال الظهر. هنا طبيعه الحال الطبيب في المراقبه كيشوف امتى كيظهر الالم، واش في الصباح ربما عنده علاقه بالالتهاب، او لا في الاخر النهار عنده علاقه بهذا المشكل كما قلت ديال الرحم اللي كيضغط على الظهر. دونك ملي كيكون الالم ديال الظهر خاصنا نعالجوه، ما يمكنش نخليو السيده بالالم ديالها. دونك كاينه ادويه وكاين وسائل اخرى ما فيهاش الادويه، كفي بعض الاحيان السباحه لاكواجيم، او لا في بعض الاحيان الترويض ديال العضلات ديال الظهر اثناء فتره الحمل. اثناء فتره الحمل هنا طبيعه الحال شكون اللي غادي يدخل من غير طبيب ديال امراض النساء والتوليد؟ طبيب ديال الامراض ديال الروماتيزم، باش كيشوف اش من علاج اللي غادي يحل هذا المشكل ديال الظهر بصفه نهائيه. خصوصا وانها ما يمكنلهاش تاخذ الادويه. فعلا ما خصهاش تاخذ اي دواء. كاين ادويه ديال الظهر لالم الظهر اللي ممنوعه اثناء الحمل، ممنوعه منعا باتا، كبحال لي زونتي انفلاماتوار ما خصناش ناخذهم. مضاد الالتهابات. مضاد الالتهابات ما خصناش ناخذهم، دونك نستشر مع الطبيب اللي غيعطينا الدواء اللي الدواء ولا الطريقه ديال العلاج المناسبه مع الحمل. هاد الالم دكتوره ملي كتتم الولاده ما كيبقاش، كيختفي. كيبدا تيحيد بشويه بشويه، حيت كيحيد داك الثقل ديال الرحم على الظهر كيزول. دونك السيدات كيبدا الالم كينقص تدريجيا، تقريبا في 40 يوم الاولى من بعد الولاده الالم كيزول بصفه نهائيه، الا كان هذا الالم عنده علاقه بالحمل. الا الالم بقى من بعد الولاده يعني كاين مشكل في الظهر اللي خصو تشخيص معين وعلاجات معينه. اللي تكون قبل الحمل. قبل الحمل الا كان المشكل قبل الحمل، ولكن الا ظهر الالم مع الحمل وبقى مستمر من بعد الولاده، هنا خاص ضروري الاخصائي ديال الظهر اللي هو الروماتولوج، طبيب المفاصل اللي كيدير التشخيص والعلاج ديال هذا الالم الظهر اللي بقى من بعد الولاده. شنو هما الحوايج ولا الاجراءات اللي يمكن لها دير المراه الحامل باش ما تعذبش بهذا الالم ديال الظهر ولا ما تطيحش فيه يكون احسن؟ ما تهزش تقل، نقطة مهمة، وترد البال للظهر ديالها، يعني خاصها تكون طريقة الجلوس، طريقة الجلوس وطريقة الحركة حتى هي خاصها تكون مضبوطة باش ما يوقعش مشكل ديال الظهر اللي هو مهدد، باش يعني كاين احتمال أنه يوقع. دونك هاد الاحتياطات باش المشكل ما يجيش. ومن الأحسن تكون كانت كدير رياضة قبل الحمل وما توقفش. فعلا بطبيعه الحال تحت بعد استشاره ديال الطبيب، الرياضات اللي مسموح بها بحال السباحه ولا الاكواجين، حيت كتقوي العضلات ديال الظهر، دونك كتحاول ما امكن هذا المشكل ما يظهرش بزاف. هي ماشي في فتره الحمل عاد غتقوي العضلات ديال الظهر، خص يكون العمل دار قبل الحمل. فعلا قبل من الحمل، وإلا كان ممكن تبقى السيده تحت طبيعه الحال من بعد استشاره الطبيب تبقى تقوم بهذيك الرياضه وهي حامل. وكاين ما كاينش غير الالم اللي كيكون في التحت ديال الظهر، كاين واحد الالم كيكون في الفوق ديال الظهر، لان حتى الثدي كيكبر الحجم ديالو كيبدا يجر على الكتاف والمراه كتنحني بحال هكا، يعني ماشي غير الرحم. شنو نفس الحلول للألم؟ هنا الطبيب ملي السيده كتكلم على الالم ديال الظهر كيحاول ما امكن يشوف العلامات امتى، يعني امتى كيظهر الالم كيف ما قلت، واش في الصباح ولا في الليل، واش عندها مشكل عوجاج في العمود الفقري ديالها، باش كتكون عنده فكره على السبب، يعني من غير انها حامل واش كاين شي سبب معين. وفي هاد الاحتمالات كيشوف اما يعطيها دواء اللي هي اطباء كاملين كيعرفوه باش يحيد الالم، ونصائح كيف ما قلنا الرياضه او لربما الترويض، او لا كيشك في مرض معين ديال الظهر، وهنا خاص يدخل طبيب ديال المفاصل لو روماتولوج باش كيعطي تشخيص للمشكل ديال الظهر، يعني اشنو المرض اللي عطى الالم ديال الظهر والعلاج اللي ملائم مع فتره الحمل. اكبر نصيحه تعطي دكتوره للسيدات انهم يديروا الرياضه قبل ما يكون الحمل
وما يقفوش في الحمل، وإلا كانت شي ألم ولا شي حاجة داك الساعات راه كاين حلول وكاين فعلاً أطباء اللي يشخصوا الحالات. فعلاً شكراً على هذه النصائح سيدتي، شكراً على تتبعك، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.